قبل الحديث احنا لازم انه نهيف المقدمه استاذ داود للموضوع. احنا مثل ما تعرف المباراه الاربعه الاخيره اللي خاضها المنتخب خلينا نكون واقعيين، احنا الان مو في مكان للنقد وانما فقط لتوضيح بعض الحقائق ممكن قد تكون غائبه عن الجمهور. اربع مباريات هي انتهت في ضربات الترجيحية. خلينا نكون واقعين، احنا التصفيات المقبلة هي ما راح تكون بها ضربات ترجيحية. تعادل تاخذ نقطة. مو تاخذ نقطة واحدة، وبعض المنتخبات يجب انه ممكن انه نفس مستوانا او شوية اقل او شوية اعلى، فيجب انه المباراة اللي راح تكون بملعبنا نتمنى انه ما يكون نفس المستوى اللي قدمناه بالمباراة الاربعة الماضية. واللي هسه اي مشاهد يباوع، احنا نريد نبني على هذه الاربع، اذا بنينا على هاي الاربع مباريات فاحنا ممكن وضعنا راح يكون صعب بالمستقبل. زين. يعني مثل ما تعرف لما تتعادل ويا الهند وتتعادل ويا قطر ويا تايلند ويا الاردن انت راح تروح على تصفيات ممكن مبارياتها راح تكون اعلى مستوى من الناحيه الفنيه من هذه المنتخبات. فاللي اتمنى انه المدرب، احنا دائما نتحدث على موضوع الاستقرار، خلينا نكون واقعين. المدرب لما فاز في بطوله كاس الخليج هو كان عنده مجموعه من اللاعبين اللي حققوا نقدر نقول عليه انجاز. هو ممكن انه استبعد أغلب اللاعبين، بقى تقريباً من المنتخب مع البطولة كأس الخليج هم 5 إلى 6 لاعبين. المفروض من المدرب أنه يبني على هؤلاء الخمس لاعبين لما يكونون متواجدين وياه من بعد بطولة كأس الخليج لحد هذه اللحظة، يجب أن يتواجدون بشكل أساسي حتى يبني تكتيك الفريق على المجموع اللي يعتبرهم هم أفضل. لأن هو الآن في نظرة أنه الخمسة اللي موجودين وياه من كأس الخليج لحد هاي اللحظة هم كل المباريات الودية وكل المعسكرات هم معهم. من هم؟ أمجد، إبراهيم، جلال، وأمير العماري، وأمير العماري، وبعد جلال وأيمن حسين. مو المفروض على هؤلاء الخمسة هو يبني بقية اللاعبين. احنا لحد هذه اللحظة موضوع الاستقرار هو هذا مشكلتنا اللي نقدر نعتبرها مثل ما تقول يعني معضلة. وتعرف اكو عقدة مفقودة بالمنتخب الوطني، احنا لحد هذه اللحظة درجة الانسجام بين المدرب وبين اللاعبين قد تكون مفقودة كابتن. لأن لحد هذه اللحظة لا المدرب فرض أسلوبه على اللاعبين وقدرنا نشوف أنه صورة حقيقية للمدرب وأسلوب جديد للمنتخب، بما أنه المدرب مدرب محترف يعتبر من أفضل المدربين اللي موجودين بالمنطقة، ولا لحد الآن لاعبين مستوعبين التكتيك اللي يريده المدرب وقاعد يطبقونه داخل الملعب.